سمر، رح ننتقل لمحطتنا التالية بعالم الإبداع، النغم اللي رح نترافق فيها مع أنشطة المعاهد الموسيقية لنتعرف على أهم الخطط البرامج لعام 2019 مع مدير مديرية المعاهد الموسيقية والباليه الأستاذ محمد زغرول. يسعد صباحك مايسترو. يسعد صباحكم وصباح مشاهدينا. صباح الخير. صباح الخير. هلأ بالبداية ممكن نعرف كيف استقبلتوا العام الحالي وشو جديدكم هاي السنة؟ تمام، نحن نبدا العام الدراسي عاده بايلول من كل عام بعد انتهاء اجراءات القبول بالمعاهد من تسجيل الطلاب وامتحانات القبول اللي هي على 7 محافظات اليوم موجوده. نحن حاليا بالشهر الاول بلشنا بالامتحانات للفصل الاول اللي بلشوا تباعا بمعهد صحيح الوادي بدمشق، بمعهد فريد الاطرش بالسويدة، معهد نجيب السراج بحما، معهد محمد عبد الكريم بحمص، ومعهد محمود العجام باللاذقيه، ومعهد صباح فخري بحلب، والمعهد العربي للموسيقى بطرطوس. الامتحانات هي بتاخذ شويه وقت، نحن عندنا فتره طويله انه عدد الطلاب تقريبا يتراوح يعني حسب المعهد ما بين 350 طالب بيوصل ل 800-850 طالب. نعم. لانه في معاهد محدثه حديثا، في معاهد يعني خلال الحرب احدث 4 معاهد في المحافظات باللاذقيه وبحما وبحمص وبطرطوس، اضافه للمعاهد الموجوده. المعاهد بتكون الامتحانات هي على شقين، النظري والعملي. النظري هو اللي بياخذ الوقت الطويل لانه بيكون لكل طلاب المعهد بنفس اللجنه، بعدين بتقسم الاختصاصات العملية حسب الآلات الوترية النفخية، البيانو، الكورديون، الهارب، الآلات النفخ الخشبية والآلات النفخ النحاسية، الآلات الإيقاعية. كل هذا بياخذ مجهود كبير من طبعاً كل اللجان، ومسؤولية كثير كبيرة بتقع على عاتقكم الأستاذ محمد، وخاصة باكتشاف الإبداع. لاحظنا برغم الظروف، رغم الحرب، رغم كل شيء صار معنا، في إبداع رهيب، إبداع سوري رهيب، سواء بالصوت سواء بالعزف، يعني كمان هي مسؤولية على عاتقكم باكتشافها. قديش كنتوا تتحملوا هيدا المسؤولية وقديش شفتوا وتفاجأتوا بكمية الإبداع؟ أكيد يعني تفاجأنا بكمية المواهب اللي موجودة عندنا، بالإبداع اللي عندنا، بكمية الوعي اللي عم يزيد. لأنه أنت لما بصير في إقبال كبير على هي المعاهد فهي دليل الوعي، وعي من الأهالي، لأنه بالنهاية كل طفل أكيد موهوب، وهون واجب الأهل انه مهمتهم يرعوا يعني يتابعوا هي الموهبه، ونحن اليوم واجبنا نرعاها لهي الموهبه كلهم حسب الاختصاص. نحن كثير بنشتغل بوزاره الثقافه على موضوع بناء شخصيه الطفل، رعايه هي الموهبه، عم نحاول نتوسع كثير بالمعاهد، حتى على مستوى نحن اليوم بلشنا بشيء اسمه مذكرات تفاهم، عملنا بجرمانة مع مركز الحياة لافتتاح الفرصة لأهلينا بجرمانة وما حولها، مع دير السيدة صيدنايا، معهد السيدة للموسيقى كمان لأهالي صيدنايا وما حولها. هذا كله التوسع، وحاليا نحن عم نحاول يكون بكل محافظة في معهد، وحتى بدمشق يكون أكثر من معهد بريف دمشق. شو هي الأعمار اللي بتبلشوا تاخذوا؟ نحن الأعمار اللي بناخذها من 7 سنين ل12 سنة. الفحص هو التسجيل نحن بيكون دائما عندنا بشهر حزيران وتموز. بشهر آب أوجدت مديرية المعاهد دورة هي خيارية وليست إجبار، بس دورة تحضيرية للفحص القبول، بيتعرف عليها الطفل اليوم هو شو فحص القبول بده يصير. لأنه نحن بامتحان القبول مو مطلوب من الطفل يكون بيعرف موسيقى أو بيعرف نوطة أو بيعزف آلة، مطلوب هو الموضوع فحص هو للإذن الموسيقية والإيقاع فقط لا غير. فنحن هي الدوره بنعمل لهم اياها تحضير، وبصراحه مشان نخفف على الاهالي، لانه احيانا في اهالي يعني بزودوها شوي انه بموضوع دروس خاصه. كيف بزودوها؟ خلينا نحكي شوي كمان عن هيدي النقطه. يعني بيقول لك انه ببلشوا بدهم يعطوا دروس خصوصي يحضروا الطالب، ما انه مطلوب منهم هذا الشيء، نحن يعني يوتروه اكثر. تمام، يعني ما انه مطلوب، يعني انا ما بيهمني اليوم الطالب يكون جاي انه عم يعرف يعزف، واحيانا ممكن يكون تاسس غلط يعني يكون عم يعزف غلط، يعني ممكن ما يكون عند استاذ اكاديمي او استاذ يعني بيعرف انه يعلم صح. في فرق بين العازف وبين الاستاذ. فلا انا يعني انا كاستاذ اليوم يعني اسهل لي بكثير انه اسس طالب، اسهل ما انه اجي صلح طالب أخطأ. فلا انا هلا بقول كمان عبر قناتكم انه اليوم فحص القبول هو عباره بس فحص الاذن الموسيقيه، ونحن اليوم واجبنا والطالب ضمن اهتمامنا بموضوع السولفيج وموضوع الاله، ما انه بحاجه ابدا لموضوع اي موضوع خاص سواء قبل المعهد او سواء اثناء المعهد. بنفس الوقت اليوم نحن السنه الاولى هي سنه تحضيريه بس للعلوم النظريه والريكوردر للطفل، يعني الريكوردر هي آلة فلوت، نوع من العمل الجماعي، العزف الجماعي يكون للطفل. بالسنه الاولى بصير انتقاء الاله بناء على عده معايير، العمر، علامه السولفيج، وتوفر يكون استاذ موجود يعني بيقدر يستوعب هذا العدد من الطلاب. طبعا احنا الالات عندنا متاحه ما عدا الالات الكهربائيه، ما في الات كهرباء في المعاهد. هذا بالنسبه للسيستم القبول. بالنسبه لخطه 2019 اللي سالتيني عليها، اليوم بتحضر مديريه المعاهد لعده نشاطات وعده
هي بدنا نعرف نحن ابرز المشاركات لكم بعام 2019. نحن اليوم عم نحضر هلا من زيعلي اول مره ضمن تحضير مسابقه صلحي الوادي للبيانو، ورح نعملها ان شاء الله على مستوى دولي بمشاركة لجنة عالمية يعني سورية وعربية ودولية. رح يترأس المسابقة الدكتور وسيب قطب زميلنا خريج معهد عالي، هي بالتعاون مع الهيئة العامة لدراسة الثقافة والفنون. رح تكون متاحة لكل طلاب والعازفين، لكل العازفين يعني السوريين وحتى العرب، رح يتم مراسلة السفارات. هي المسابقة هي إعادة إحياء لإلها، كانت تصير بال 2008-2009 وطباعة رح يكون لعدة آلات، بعدين رح يلحقها بموضوع آلة الكمان وآلة البيانو. تمام، يعني شيء شامل مو بس بقلب بلدنا الغالي سوريا وأيضا شمال بلدان أخرى. مركز دمشق، ولكن هي مسابقة رح تكون دولية ومسابقة دولية. تماما، وإحنا إن شاء الله توصل للعالمية. إن شاء الله أكيد وصلنا وصلنا يعني ممتاز. وصلت مشاركاتنا حتى في من أطفالنا وصلوا للعالمية، يعني إحنا بنتذكر أسماء أكيد من سنتين مثل الطفل قيس الصفدي من طلاب معهد صلحي الوادي اللي عزف مع أوركسترا الكريملين، كان عزف قدام بوتين. تماما عرفتي، غير نحن فرقنا، نحن الفرقة الوطنية للموسيقى العربية كمان عزفنا بموسكو بقصر الكريملين. فاليوم العازفين كيف كان هيك، كيف كان ردة الفعل؟ يعني دائما بيتفاجئوا انه سوريين يعني. انا ردة الفعل بتذكرها القصة من 2011 مع بداية الأحداث والحرب الكونية على سوريا، طلعنا على إيطاليا رغم رح نحكي هيدا القصة، لكن صار الوقت سمر لوين نروح؟ لا موجز الأخبار ولنعرف آخر الأخبار السياسية على الساحة العربية والعالمية والمحلية. يا سمر أكيد بفقرتنا اللي كنا عم نحكي عليها مع ضيفنا المميز، يعني كنت عم تحكي لنا قصة عن وقت كنتوا بإيطاليا، يمكن الوطنية السورية وقتها مع قيادة المايسترو ميساك بودريان، طلعنا على إيطاليا بال 2011. طبعا أول شيء ما زبطت موضوع الطلعة، لأنه كانوا بلشوا يعني حتى الحظر موضوع الفيز والسفر، بس كان في تجديد كتير على السوريين بكل شيء. طلعنا احنا وصلنا على ايطاليا، كانت لسه الاحداث يعني اولها يعني لسه حتى مو صاير كتير بدمشق وما حولها. بنتفاجئ نحن بالجرايد انه حاطين دم وقتل وضرب، يعني حطوا الشيء اللي بده يصير طباعا، يعني هن مستثقين نحن ضمن الحرب الاعلاميه اللي كنا نحكي انه خاصه الاعلام المضلل، يعني تماما يعني الاعلام المضلل الغربي والاعلام المضلل هو اللي عمل هاي الاشياء. فهن تفاجئوا يعني انه انتم عن جد جايين من سوريا، ليش انتم عندكم موسيقى، عندكم هي الالات؟ فهن لقوا انه حاملين الاتنا نحن، طيب انتم مو عندكم حرب وعندكم كذا وعندكم، قالوا لا نحن عندنا هلا شويه مشاكل، يعني كانت هي كان في تهويل. تمام، كان في تهويل وكانوا سابقين الحدث بسنه وسنتين وثلاثه. نعم. فهن تفاجئوا انه معقول انتم من سوريا، يعني شوي ثاني حسينا حالنا هيك من الفضاء الغريب جايين انه فعلا. ثاني يوم كانت هي صور الدم والدمار اللي هن حاطين الاعلام المضلل مستبدله بسفراء سوريا يعزفون الموسيقى، هؤلاء الموسيقيين السوريين يعني نزلت صور الأوركسترا السيمفوني. فأنت من هون بتاخدي قديش هي الموسيقى بتوصل فعلا الرسالة، يعني فعلا اليوم الفنان هو سفير لبلده. صحيح، الفنان الوطني اللي بيحب بلده هو بيعطي الصورة الصح عن بلده. فنحن كان همنا دائما حتى خلال الأزمة، يعني فكرة نحن كفرقة سيمفونية أو كفرقة وطنية موسيقى العربية أو حتى بالمعاهد أبدا ما وقفنا، يعني كموسيقيين سواء على المسارح سواء بالحفلات بالمهرجانات بالمحافظات، المعاهد الموسيقية ما وقفت أبدا خلال كل سنوات الحرب، رغم ما نعرف نحن شو مر ظروف يعني. كنت بدي أسألك، ظروف الحرب كانت كتير صعبة، سنوات طويلة قضيناها كلياتنا كبار وصغار، بس أهمية الموسيقى ومكانتها بقيت بالرغم من الظروف الصعبة، يعني ممكن تحكي لنا هاي الأهمية الكبيرة؟ أكيد نحن هاي الأهمية لمسناها، يعني اليوم نحن بنعرف كلياتنا دمشق قديش كانت تتعرض له بقذائف وصواريخ. صحيح، رغم هالشيء تلاقي القذائف تنزل بمطرح التدريب تماما، يعني غير رحنا لمعهد بالعفيف انه معروف يعني اخف وطئا، ولكن في عنا مركز ذبابه الهلاليه اللي تابع كمان لمعهد صلحي الوادي لمديريه المعاهد وماري العجمي اللي هن كانت تنزل القذائف قدامهم. يعني اليوم اذا بنروح على مركز ذبابه بتلاقي كيف في الشظايا وهي القصص. رغم هذا الشيء نتفاجئ انه مثلا طلاب جايين، الانسه جاي، الاستاذ جاي، بحياتنا ابدا ما وقفنا. احيانا ممكن تفتحي اي معهد حتى بحلب بحمص على طالبين وثلاثة، ورغم ظروف تختلف اليوم كل طبيعة محافظة إلى طبيعتها،
بس ما بتذكر بيوم من الأيام أنا انطلب مني من إدارة أو من أهالي بأي محافظة أنه وقفوا لنا الدوام أو نسكر. بالعكس يعني حس يوم اللي يزيد الدوام فيه اللي يكون فيه قذائف أو فيه قصة أمنية أو تفجير لا سمح الله، يعني هذا يكون دافع أكبر. خلص صار بقول لك أول فترة ممكن العالم شوي هيك تخاف شوي أو تتلبك، بس بعدين صار إنه موضوع عادي إنه أي قذيفة يلا جايين أستاذ بشيل حال. فهذا الشيء اللي لمسناه بصراحة، وهذا اللي بيحملنا مسؤولية أكبر. يمكن هذا الصمود اللي تعودنا عليه وقت نحن نروح لأي مكان أو أنتوا تطلعوا لأي بلد لتمثلوا سوريا، بنفتخر إنه نحن سوريين، نفتخر بهذا الإرادة، نفتخر بهذا الإبداع اللي طلع من عنا رغم الظروف. ما إنه شيء سهل، عم تتوفر لأطفال البلدان الثانية جميع الظروف والخلينا نقول والرفاهية. يعني نحن نحرموا من أطفالنا المطلقة. تماماً نحن أطفالنا يعني. بس ما هيك السوريين، الأطفال السوريين أثبتوا حالهم. اسمعي رح أحكي لك حادثة على موضوع الأطفال السوريين. السنة الماضية نحن مثل هذا الوقت اجتنا مشاركة بالمخيم الشتوي بجمهورية بيلاروسيا، كان للأطفال للأطفال السوريين بمختلف اختصاصات، كان من ضمنهم في الموسيقى والبالي. كان الإخبارية واكبتهم تماما، فكانت الموسيقى والبالي من ضمنهم، وفي كانوا من منظمة الطلائع والشبيبة والروبوت وكلهم. هن تفاجأوا يعني اجوا بتعرف لأن بيجوا الغرب احيانا او الاعلام الغربي او الاعلام المضلل ما بيبين لك الصوره الصح عن البلد. فهن مثل ما صار معنا مثلا احنا بالزمان وانتم عن جد بتعزفوا موسيقى وعن جد عندكم آلات، فهن فكروا رح يجوا انه اطفال ما بيعرفوا شيء او مثلا او مو شايفين شيء او ما في تنظيم او ما في. فتفاجأوا هن بدهم قبل ثاني يوم بدهم يقولوا المحاضره التنظيميه تبعهم، تفاجأوا بترتيب الطلاب بتهذيبهم بتنظيمهم، تفاجأوا انه عندنا اطفال كثير بتحكي اكثر من لغه، بموضوع المواهب اللي موجود خلال يعني 48 ساعه من خلال المشاركات انه بصير في هذا الاختلاط بين الدول الموجوده. فتفاجأوا فعلا بالطفل السوري وموهبته وابداعه، تغيرت النظرة، قال نحن ما توقعنا هيك. يمكن دائما هنا ما بيصدقوا ليشوفوا تماما، وخاصة مثل ما حكيت انه كان في كتير تهويل، كان في كتير اقاويل تقال انه يعني عن جد كل سمر يعني بيفكروا سوريا هي بس دمار. لا دمار. سوريا هي جميلة مو بس بحجرة ولكن بعقل بقلب اطفالها. لان في فكرة عن الدول العربية بالذات، واحنا سوريا هول ولده بموضوع الحرب الكونية اللي صارت وهذا التهويل. فهن تفاجأوا بالأطفال اليوم كلياتهم حاطين العالم بلدهم العالم الوطني للجمهورية العربية السورية، نفتخر كلياتنا فيه. أكيد بنفتخر فيه ونفتخر بسوريا. الحس الوطني العالي يعني في شيء أنت ما يعني ما بتلقميه تلقيم أو ما بتعلميه هذا الانتماء. عرفتي يعني هذا الانتماء اللي بيكون جوات كل واحد فينا. النوتة الموسيقية الأولى طلعت من سوريا مثل ما بنعرف. طبعا احنا بلد الأبجدية الأولى، بلد النوتة الموسيقية الأولى، فهذا الشيء الطبيعي يعني بلد تاريخ وحضارة وتراث. نحن ما من الصعب والمستحيل محي هذا التراث والتاريخ. أكيد، وما حدا مو بس ما حدا بيقدر ما حدا بيقدر يمحي سوريا تاريخ لحالة، وخاصة يمكن بفترة الحرب شفنا ردة الفعل اللي عنا كانت بالإبداع. يعني كانت نحن ردة فعلنا إيجابية، ما كانت ردة فعل سلبية، ما قعدوا الأطفال ببيوتهم، استمرينا بأعمالنا، المؤسسات الحكومية أبدا كلها. حتى الإيجابية وين يعني الإيجابية اليوم بالفعل، يعني اليوم أنا على مستوى معاهد دائما بحكيها، افتتحت وزارة الثقافة خلال الحرب 4 معاهد بانوراما رهيبة كانت لوزارة الثقافة. الحفلات كم الحفلات اللي صار من 2013-2014 وخصوصي يعني بوقت الحرب وبوقت الأزمة، نكون احنا بدار الأوبرا عم نازف والقذائف عم تنزل، نكون عم نتدرب والقذائف عم تنزل، وراح شهداء من دار الأوبرا وراحت مصاب عازفين. يعني بكل هذا الشيء احنا كان بالفعل وليس بس بالأقوال، من خلال زيادة عدد الحفلات، زيادة النشاطات، عملنا اليوم حفل المتفوقين الأول والثاني للمعاهد الموسيقية، يعني جمعناهم من كل المحافظات بدمشق رغم الظروف، كانت يعني كانوا ينزلوا من حلب من السلمية من حما رغم كل الحصار. يعني محافظات كمان تمام محافظات يجوا على دمشق يعني نعمل هذا الحفل، كنا نوع من التمادج وتبادل الخبرات الوطنية. فهذا كله كان له أثر كبير وماشيين فيه، يعني احنا اليوم مستمرين أكيد لقدام. أكيد مثل ما قالت سمر أنه نحن منفتخر بالسوري بأطفال، خلينا نقول سوريا، أطفال سوريا اللي كانوا هن مثل مثال للصمود وللقوة ولا هذول الجيل المستقبل اللي فعلا هن من عمل يعني من عول عليهم بإعمار سوريا،
نحن بالتوازي مع أعمار الحجر والبناء بدنا نشتغل كثير على موضوع وزارة الثقافة، على موضوع فكر الإنسان، على موضوع بناء الإنسان، بناء شخصية الإنسان. دائما هذا بناء الفكر هو أهم من بناء الحجر. هذا أهم وبياخذ كثير وقت وجهد أكيد، وبده وقت ليبين. بنتشكرك كثير لوجودك معنا أكيد، وإلنا لقاءات قادمة إن شاء الله. شكرا لكم وسعد صباحكم. شكرا لك مرة ثانية، موفقين بجميع أعمالكم بجميع فعالياتكم، ناطرين لل 2019 أسا بانوراما أقوى من 2000. في شيء لسه ما حكينا إن شاء الله يا رب. شكرا.